السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة تنفيذكم. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الموضوع اللي هو مهم، وهو كيفاش نحولوا الفيشي إكسل للفيشي XML. دونك خصوصا في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الفيشي ديال الديفيا كيفاش نحوله من فيشي إكسل للفيشي XML باش كنديروا التلي ديكلاراسيون ديالنا فاسيل. اوكي، دونك كاين بزاف من الناس تشكاو من هذه القضية، انهم حين كيفتحوا باغ اكزومبل الفيشي اكسل ديالهم، مثلا قد هو لو طابلو ديال الديكلاراسيون اللي خصو يدير، وما كيلقاش هنايا هذاك ديفلوبر اللي غيحول له الفيشي هذا اكسل للفيشي XML. فبهذه الطريقه حنا غنشوفوا في هذا الفيشي هذا كيفاش غادي نصايبوا هذا الفيشي انجستريوه بعدا نخدموا عليه ديما. اوكي، دونك غادي نجيو من هنا الفيشي، غادي نديروا اوبسيون، غنديروا هنايا بيرسوناليزي لي روبا، وغنقلبوا هنايا على ديفلوبر واحد، غنكوشيوه ونديرو اوكي. دونك حين كنجيو لهنا غادي نلقاو ديفلوبر هي هادي، ولكن واخا درنا ديفلوبر هنا اكسبورتي ما كايناش اكسبورتاسيون، ما يمكنناش نكسبورتيو هاد الفيشي هذا من الفيشي XML. دونك في هاد الحالة هادي شنو كنديرو؟ كنديرو واحد القضية اللي كتسمى المابين. يعني شنو كنديرو؟ كنديرو واحد لا ماب من هاد الفيشي XML باش يعرفها هاداك الفيشي XML، باش كل كازيي يحط المونطون ديالها حداها و لي زانفورماسيون ديالها فيها. دونك كيفاش كنديرو هاد القضية؟ كنديرو أول حاجة غادي نمشيو لهنا لا سورس، وغادي نعملو الماباج XML، وغادي نديرو أجوتي، وغنمشيو للبيرو وغنحطو هاد الفيشي هذا. هاد الفيشي هذا أنا غنخليه لكم في صندوق الوصف، اللي هو فيه لا ماب ديال هاد الطابلو ديال التيفيا. دونك كنديرو أوفغيغ، وغنديرو أوكي، وغادي نديرو أوكي. دونك هادي هي لا ماب اللي عطاه لنا هذا الفيشي XML من هذا الطابلو هذا. اوكي، واش سالينا لي زيتاب؟ لا، باقي ما ساليناش لي زيتاب. غادي نديرو واحد الحاجه اللي هي خصنا نليو كل حاجه مع الكازي ديالها. دونك هاد ايدونتيفيون فيسكال غادي تكليكي عليها، بقى جار وانت كليكي حتى ليدونتيفيون فيسكال. اوكي، غتجي لاني لا ميم شوز، بقى انت جار وغتجيب هاد لهنا لاني. اوكي، غتجي لا بيريود لا ميم شوز، غتجي لها لا بيريود. الريجيم غتجرو حتى هو، وكيف ما كتلاحظوا اي حاجه كنجروها راه كترجع اونغرا. دونك غنجيو لهنا لهذا لوط ونديروه حتى هو هنا. اوكي، نيميرو يعني نيميرو فاكتور، غتجي وتجرو وتلوحو هنا. هنا ديزيناسيون غتجيبها هنا. اوكي، هادي حيت صغرت شي مشكل. مونطون اور تاكس غتجي وديرو هنا. هنايا خلي لا ميزون فورم خليها اكزيستون كيفما كاينه لا ميزون فورم ديال ديك لا كولون كامله. لا تي في ا ميم شوز، و تي تي سي حتى هو توجور. ليدونتيفيون فيسكال حتى هو، لو نوم ديال الفورنيسور ICE، l'auto هذا الاي دي، وهذا دات دو بيمون، وهنايا دات فاكتور. دونك هنايا كنحاولوا نسجلوا الفيشي ديالنا كيفما هو مابي، ونسدو هاد المابين هذا. دونك هذا هو الفيشي ديالنا. باغ اكزومبل بغينا حنا دابا نديرو اكسبورتيوه، غادي حنا نشوفو نحاول واحد نديرو واحد التيست ونشوفو. مثلا نفيدكم ايدونتيفيون فيسكال، مثلا 3 4 5 6 باغ اكزومبل ماي 2023، وهنايا مثلا موا 2 ديال فيفري، مثلا لا بيريود تي في ديال فيفري. هنا ريجيم اونكيسمون، يعني نقولو مثلا مونسويل. هنا نيميرو 1، هنا فاكتور نيميرو 01، هنا ديزيناسيون مثلا بريستاسيون سيرفيس، هنا مونطون اور تاكس 1200 مثلا، هادي 3.02. هادي مثلا هادي 0.2. هنايا مثلا تي تي سي
Identifiant fiscal, par exemple, il est fourni sur le Maroc Télécom. Par exemple, le taux 20%, puis IDP maintenant espèce le 1-1-2023, on est le 1-1-2023. Ok, donc il s'agit d'un délai enregistré. Maintenant, allez, je vais le développer. On va le exporter. Maintenant, il y a une feed quoi. وغادي نشوفوها هنايا تبعي نفيدكم بهذا الشكل هذا اللي كتعطينا كاع لي زانفورماسيون بلا دات ديالنا اي تو. اوكي الفاكتور نيميرو ليدونتيفيون فيسكال كلشي كيف ما كتشوفوا دابا اللي عنده الطريقه الاكسل ديالو ما عندوش هذاك المابينغ يدير بهذه الطريقه واللي ما عندوش انا غادي نخلي لي دو فيشي نخلي الفيشي الاكسل عادي اللي تقدر تخدم به يعني ديريكت تدخل وتتعمر لي زانفورماسيون ديالك وتاكسبورتي ديريكت اللي ما عندوش هاد اكسبورتي غيتبع هاد لا ميثود وان شاء الله الفيشي ديالكم يدوز يتامبورتا في السيت ديال tax.gov.in. اذا خليناكم على خير وان شاء الله في حلقه قادمه وشي موضوع جديد ان شاء الله.